لما نشتري ازاي يعني نشتري بشكل سليم، خصوصا الولاد والشباب اليومين دول عاملين مشاكل جامده جدا، مش بس النواحي دي، نواحي التأثير علينا من ناحية الانفلونسرز، السوشيال ميديا، الناس اللي احنا بنشوفهم كايدل او ابطال لينا، بنشوف صورهم على الحاجة بنبقى عايزين نشتريها. طيب ايه كمان؟ الاقتصاد المنزلي، ازاي نقدر نشتري الحاجات اللي احنا فعلا محتاجينها، وازاي نقلل من الحاجات اللي ملهاش اي لازمه. كل الكلام ده ان شاء الله هنتكلمه مع الدكتوره لميس مكاوي، مدرس الطب السلوكي جامعه عين شمس. اهلا بيكي، منورانا. اهلا بحضرتك، منور بحضرتك دايما. خلينا نبتدي بقصه ثقافه الشراء. صحيح. يعني ايه ثقافه الشراء دي؟ يعني ايه هو السلوك او العوامل اللي بتاثر على المستهلك، لان هو ده اللي جوه عمليه الشراء. واحنا نقول دايما عمليه الشراء لانها حاجه دايناميك، حاجه طول الوقت بتتغير نتيجه العوامل الكتير المختلفه اللي بتاثر فينا. فعوامل نفسيه بقى، فسيولوجيه، عوامل ماديه، اقتصاديه، اجتماعيه. زي ما حضرتك قلتي كده، انفلونسرز وناس على السوشيال ميديا بيأثروا جدا في اختياراتنا. زمان كان الشوبينج او حتى الشراء كان يمكن عمليه فيها شويه مجهود، اني بنزل وبنقي، فكان بتبقى الحنكه او الشطاره في البايع ازاي بيقدر يقنعني ان انا اشتري حاجه. لكن دلوقتي واحنا قاعدين في بيتنا، الاونلاين شوبينج بقى يخلي محدش بيبذل اي مجهود. ده انا بالعكس، انا ببقى بتفرج على حاجه تانية خالص وفجاه تظهر قدامي اعلان لمنتج ممكن اكون مش محتاجه او مش عايزه خالص. ده مجرد ما نقول حاجه بس بنلاقيها ظهرت لنا. بالظبط. فبقى ده بيظهر قدامي، فده بيقنعني من غير ما احس ان انا محتاجه اشتري، رغم ان ما اكون احتياجاتي مش محتاجه خالص المنتج ده، ولا عايزه اشتريه ولا ناقصني ولا اي حاجه. فهي دي ثقافه الشراء، ازاي احنا بنقدر نفكر ايه العوامل اللي بتاثر فينا. هل احنا في حساباتنا الميزانيات بتاعتنا، ولا احنا بنشتري بس طول الوقت وخلاص؟ بتتكلمي خصوصا عن الكبار ولا الصغيرين؟ طبعا هو اكتر حد بيعاني في القصه دي الام، لان هي حلقه الوصل بين الميزانيه اللي هي اللي بيحددها الاب مثلا نتيجه الدخل، وبين الاولاد ومتطلباتهم الكتير اللي طول الوقت هم عايزينها. فبتبقى هي يمكن اكتر طرف مضغوط في عمليه الشراء كلها. طيب امتى نقدر نقول ان في خلل؟ في خلل لما بلاقي طول الوقت ان انا بشتري حاجات انا مش محتاجها، ودي بعرفها ان انا بشتريها ما بستخدمهاش، او ممكن استخدمها مره واحده وما احتاجهاش، او بشتري حاجات لمجرد ان انا شفت حد تاني انا متاثر بيه او بقتنع بيه. زي ما حضرتك قلتي كده على السوشيال ميديا، لما بيكون في حد من لعيبه الكوره او الممثلين او بيعلنوا عن منتج معين، ساعات كتير قوي بالنسبه للاطفال بيشتروه حبا في الشخص، لكن مش حبا خالص ان هم عايزينه. وده في الحاجات الغذائيه، لكن كمان في اللبس بيتاثروا جدا. الشوز دي مين اللاعب معين اللي بيلبسها، الفريق ده السبونسر بتاعه مين، فريق الكوره ده مين السبونسر بتاعه. واولادنا طول الوقت، احنا ما بقيناش زي زمان، يعني كان زمان الموضوع مقفول علينا شويه، كان هو التلفزيون وخلاص. دلوقتي لا، هما طول الوقت في مقارنات كمان بزمايلهم حتى، والتقليد والتقليد والتقليد. طيب فكره ان كل شويه لا انا ما بلبس غير البراند دوت او الماركه دي او طيب، دي مشكلة طبعا فيها مشكلتين. فيها مشكلة ان الام نفسها، ان ممكن تكون الام نفسها هي اللي غزت جواهم ثقافة ان انت لازم تلبس حاجة معينة او شكل معين او تشتري من مكان معين، فلما اجي اتنازل عن ده. وساعات ده بيبقى الحوار ساعات للاسف بين الاب والام، وعشان كده احنا بنقول ان سلوكيات الاطفال كلها بتنعكس دايما مننا احنا. دي حقيقة مليون في المية. فساعات بتبقى الام بتدافع باستماتة عنها، عايزه تجيب حاجه معينه لاولادها، وتقول له اصل لازم يبقوا زي اصحابهم، اصل لازم يبقوا زي اخواتهم، اصل لازم، او تبقى في مقارنات، سواء مقارنات عائليه في ابني بحد قريبي او ابني بزمايله اللي في التمرين او في الفصل. فعلى طول الطفل بيلقط الخيط ده لانه ذكي جدا، ويبتدي يتعامل بنفس الثقافه دي، ان انا لا انا مش هلبس غير زي ده. الحاجه الثانيه ان ساعات احنا غصب عننا بنحاول نضغط على نفسنا ان احنا نوفر لهم حاجات فوق احتياج، فوق ميزانيتنا الشخصيه. وساعات المنتجات دي على فكره بتبقى كفائتها تكاد تكون صفر، هي بس الشكل. وابتدي انا اغذي جواه برده من ناحيه ثانيه، انا خلاص هاجي هضغط على نفسي واجيب، هضغط على نفسي واجيب. ده مشكلته سلوكيه. كل مشاكل اولادنا بتبتدي لما احنا اتكلمنا معاهم وشرحنا، بس احنا للاسف ما بنتكلمش. احنا بناخد الخيط الاسهل اللي هو هنحاول نرضيهم او نحاول نقلل الصداع. طيب نعالج ده ازاي؟ يعني ازاي الواحد ما يخشش في الحته دي، ولو حصلت ازاي تتعالج؟ اول حاجه ان انا ابدا بنفسي، وانا بشتري لنفسي حاجاتي اخد ولادي واقول لهم انا بشتري اهو، ده مش براند وجميل وعندي بقاله فتره. مش عيب ابدا ان احنا نطلع حاجات من دولابنا، كلنا عندنا حاجات في دولابنا قديمه بنستخدمها بقالها سنين وكفائتها كويسه جدا. اتكلم معاهم بطريقه دي، بتبقى دايما كلام غير مباشر، لان الكلام اللي بيحصل مع الام في الموقف نفسه عاده ان الطفل بيعتبره بوم. يعني لو هو قال لي انا عايز اشتري شوز من المكان الفلاني، وانا جيت قلت له لا ما انا عندي اهو كويسه وجميله، مش الكلام ده كله مش هيدخل في دماغه خالص. بالظبط. لكن هو الكلام ده بيدخل في دماغه امتى؟ لما بنكون في موقف تاني خالص، هو مش طالب فيه حاجه
وانا بتكلم وبحكي معاه ان شايف دي عارف انا جايبها منين، انا جايباها مثلا من كذا وبقالها كذا عندي كذا سنه وجميله. هنا بيلفت نظره الكلام بيفتكره. ودايما نبدا بنفسنا، ودايما مش طول الوقت نرفض ولا طول الوقت نقبل، لان دي برضو حاجه في ثقافتنا احنا، يا اما نبقى مسالمين طول الوقت وموافقين خالص او نقفش ونزعل ولا يبقى مفيش خالص. لا، مفيش مانع ان انا اخده واحاول اقنعه، طب تعالى نشوف ده، طب نشوف ده ينفع ولا لا. هي العمليه صعبه طبعا، العمليه صعبه بس للاسف هو احنا محتاجين نعمل كده، خصوصا لو في مقارنات مع الزمايل. بالظبط، الظروف الاقتصاديه دلوقتي بتحتم علينا ان احنا لازم نبتدي نوفر من حاجتنا، ولازم نبتدي نعلمهم سنه بسنه. هم راح يتعلموا الادخار ازاي؟ هيتعلموا ان هم لو ما احنا ما زرعناش ده معاهم ان هم اطفال مش هقدر اجي اطلبه منه بعد كده. ودي على فكره ازمه المراهقين دلوقتي. ازمه المراهقين دلوقتي ان التيك توك والانفلونسرز الكتير اللي بتبقى ناس بترعاهم ان هم يلبسوا لبس معين من محل معين، دعايه معينه او كده، الولاد بقوا فاهمين ان هو ده لبسهم طول الوقت. تاثير مباشر بشكل رهيب للاسف، من غير ولا للاسف لان العين دايما بتتاثر بسرعه جدا، هما شايفين ده طول الوقت، عشان كده بيطلبوا يقلدوا. وبيبقوا عارفين هما عايزين ايه بالظبط. انا عايز الشوز الفلانيه من اللون الفلاني كذا والشكل بالموديل السنه دي مش السنه اللي فاتت، من المكان الفلاني. ويقعدوا يستنوا، كل واحد فيهم بيستنى عشان يبقى ده مجال الشو، او ده مجال ان انا اتفاخر قدام صحابي ان انا جبت مثلا موديل السنه دي، او جبت حاجه مين اللي لابسها او مين اللي عاملها. للاسف. طيب في بقى العكس، يعني تلاقي مثلا الحاجات اللي هي البراندز وماركات ممكن يشتروا بس عشان ميزانيته ما تجيبش غير مثلا حاجات معينه. في ناس تانية العكس بقى، لا ما تشتريش براندز ولكن تشتري كميات رهيبه، يعني بدل ما تحط مثلا ال 1000 جنيه دي او ال 10000 جنيه او في مثلا حاجه واحده كتير. براند كبيره، لا تجيب بيها حاجات كتيره مش براند. ما هي دي بقى المشكله، برضه ده شراء زياده. طبعا هنرجع تاني بقى نتكلم عن سلوك كله في الاخر، ان احنا امتى المفروض نشتري؟ المفروض نشتري لما يكون عندنا حاجه ان احنا نشتريها، عندنا حاجه في حاجه ناقصانا، فانا راح اعوض النقص اللي عندي ده بان انا اجيب حاجه اسد بيها احتياجاتي. لكن احنا للاسف ما بقيناش بنعمل كده. ليه؟ لان بقت الحاجه بتيجي قدامنا معروضه قدام عينينا طول الوقت وتظهر كتير كتير كتير، فخلاص بيحصل لنا اولا الفه مع الحاجه، طب ليه ما اجيبهاش؟ ما يمكن تطلع كويسه. رقم اتنين تيجي احس طب ده انا محتاجها، رغم ان انا مش محتاجها ولا حاجه، بس انا عشان ابرر لنفسي الهوس الشراء اللي بيحصل ده، طب انا اكيد محتاجها. هل ده نفسي؟ يعني جزء منه طبعا يعني نفسي. في ناس بتنزل تشتري بتبقى عايزه، في ناس لما بتزهق بتشتري بس تنزل تشتري. ايوه فعلا، في ناس لما بتزهق بتنزل تشتري، لما بتغضب بتحس انها تنزل تشتري. زي بالظبط الاكل، دايما الاكل والشوبينج مرتبطين عندنا بحالتنا النفسيه. في ناس لما تزعل تنزل تخرج تبقى شايف ان انا لو اشتريت، وساعات كتير بقى للاسف اختياراتهم في الوقت ده بتبقى مش مناسبه. فيرجع بعد ما يهدى وممكن الغضب دي تهدى خالص، يبتدي يبص على حاجه يقول لا بس ده مش ستايلي، او مش ده اللي انا كنت هلبسه، او مش ده اللي انا كنت عايزه اصلا. زي بالظبط الناس اللي بتشتري اوقات الامتحانات، يبقى ينزل مضغوط، طب هنزل اشتري حاجه، هاكل حاجه، هو مش عايز ياكل بس هو نفسيا مضغوط، فبيحاول يشوف طريق تاني يريح بيه نفسه.